أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد وركا سبحان مي أعلن سيدة ميديا وصبحان مسب بيها خطبة حساسية نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدح وينها وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجة أو نقر قابيه دي لإكران تهليل فارح أم قعابة يحل لبان سرى سيو هالكاسي حسنات وغيهلو وغنى بدبادو لعلا إن كيس كاسي لو سو محكمة ديو علن سيدة ميديا أيها الشيحوق أه إن مدح دويلة صوماليا أي دياري نيسا قرشة أه إن أيها الشكراس تشنت أه إيه قولها شعب كل شاعيي إن أي حيرتو أو شخصيات كأي وضطو كسو سارتو حوكتا عن هلاي اياكو ورميسا انساند كاني حليبان لور ربو اقاسماكو ميلقار كايها يدنيسا قاشان لسر ياسين عبد الله محمد ياسين فري او اه نقر قبيه قعنتي ساكو ديلي اكران تهليل اسلام مركاسيني وحاو كميديا هاي رقلو هايستا كيسكا دعودة اكران تهليل كورسيقا او عدو علي قيسكو فدييي ساند بدن وحا مركاني لقرشيي ان ياسين فري لغو سو سارو وانا هوب ابر لحذن يتضبو او بيشا ابقال وعي اسلام معلين اي ليهين كورسيقاسي قرشاها وحا او اها ان ويل او دالي لغو فدييسيو قناع سادي عدو علي قيس بالسي تاجر كاسي ايا هادا لغو قانعيي ان لا عق بدن اي فيلا صوماليا سيسو اسلام مركاسيني سي ترتيب ايو كورسيقاسي ساقا تناسلو ما داما لور ربو ياسين فري ورر كالي او عالن سينا ميديا هشي ايا شيغي سا ان كورسيقاسي او دوني يو عبد الرحمن توريري اقاسي مي هورا ان نبسو جدا صوماليا خوبلا ايا تاقير ايا سيدا لشيغي بالسي عود كيسا حسن شيغ محمود ايا حساب سان دونا كورسيقا حسين ايدو اي مرسلة حبر ايدلي وحامر كالي لو بلان قادي ان ايدو لسو سارو ما داما ابالكي خيري قرقر او غالي لوغو قوديو سيداسنا لو سو ساري دونا عود كيسا خيري ايا حساب سان دونا عبد شكور على ميروكسو جيدا بيش مريحان جوفادا رير سياد حسين ايا وحالو حيري مستر ميرا او صاحب دولة احمد حوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو وحا اونا دونيا فرماجو ان او ميرا كسو بحو بقل كيبا بقل عبد الشكور ايا وقتي بدن كبحيي اك جوغتان كمد حوينا وقتي كداعي فرماجو وليبا وحا او كمد يهي مرجع ايا قو آن ندا او قدن بيا اي لقادن ايو مد وحلق ويدين ايو سب دورة شرا فرماجو دب لوغو سو عليا حكم كان وحا مستر ميرا او قيبت يهي شخصيات كتنبر كأردن دونا هو شاسي إساقنا أي قصب نقطي إن لسو سارو كورسيقا هوب بقولي أفر وحا مركل اللو علي مساري دونا مهد عبدالله عود أو كوحيقين كلاباد إيه قولها شعبك أه وحا بيشا دير جفادة سليبان عبدالله لغا دادعيي إن أي كورسيقاسي ودافان مستر مهد عبدالله عود مهد عبدالله عود واحوين كالي أو لما تابتان أو أه نبض إيا نولل أدنا أقول دو حفيز كما دحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو سيدا أوجد غرغر تنكالي مقالي كرو سيكا سبها آتي مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو أيا نكي دقر قبها أها إمنك أمك عابا يحلبان كاس أيا مان تلقسوغ يا عدالت أما إن لباتن كم بليان إيه صومالي دو عدالت أفلو ياسين فري فهد ياسين إيه جيس من ريحان أيا أهرق لغو تهميو إن أي قعنتو دكو دلين إكران تهليل فارح فرماجو مان ترقاسي ايو الدفاع ايا ننكي اوغو دوا او لدون ايي ان محكمة لسو سارو ايو مان تا حلبان قولها شعبك فدرالك صوماليا كوفا ديسين ايا ملايين دولار ناوكو بيحين ايا عدالت الله لغسو ايا دينا عكال قرح كدا عاي السوق لغو ايبي وقاتك ايا شعب بدان او وحيا لكسو قارتي اوغو يران تودو قف او شعبها ايا كردين تايتوان كلان او ايو كرنا وعمين قرح كدا عاي مقال البردالي اي قبل كباي ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya qaraha ayaa waxa uu ka dhacay suuqa qaadka lagu iibiyo oo ku yaala magaalada xilli ay dad badan ku sugnayeen sida laga soo xigtay goob joogayaal ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay qaraxaasi iyo cidda fulisay waxaana sidoo kale cadeyn nooca qaraha ayada oo warar kala duwan ka soo baxayaan ay sheegayaan inuu ka dhashay meena suuqa qaadka la dhigay balse wali lama xaqiijin karo saddex qof oo ka mid ah 10ka qof oo dhaawac ah ayaa lagu soo waramayaa in xaaladooda ay aad u liidato sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka wali ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi sidoo kale saraakiisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaana wali ka hadlin si kastaba ha ahaatee boqolkiiba boqol waxaa loo badinayaa in ururka al-shabaab ay ka dambeeyaan isla markaasina ay qarinayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wasiir cabdullaahi maxamed nuur wasiirka amniga oo digniin culus soo saaray midowga musharaxiinta mucaaradka oo gebi ahaanba kasoo hor jeestay qaabka wax loo wada ee doorashooyinka wasiirka amniga soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa maanta ka hadlay xaaladda amni ee xilligan qorshaha ugu degsan wasaaradda amniga iyo tallaabooyinka dhanka amniga ah ay qaadeen wasiirkani uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo aadna ugu dhow
مدوغ مشارحين تا معارض كايا امي كدقنين عروس صوت دي لي وحا وزير كا قري اني ولي جيران عقبضة دنك امنيق بلسا واح لغا قبان دونا اينا سعودان قرشوين لغو تايين يو عيدم دا بوليس كا اكهول غلا مقدشا سي اي اوحو جيان امنيق عاسم دا مادام لغو قد جرو حلي دورشو وحا جرا دروفا آن لدفري كارين اوهور تاگن بلارين تا سلدقيا دا دقموين كا إلا سدح دقمو وحا دوان كردسي دونا سلدقيا واوين او عصر ياها عيدم دا بوليس كا والا قلبين يا سي اي اوغو ديار قروبان دورا شلا ايو يري عبدالله محمد نور وزير كا وكا قيب قليا برنامج كا بحايا ورباهن تا دولة دايا شيغي ان مالمه اللا صودا في امنيقا عاصمة دا سي وين لو ادكيي اسلامر كاسن عيدم دا اي قعان تا كردقين كو حبر عدهي او دعو قيسان يا دادك شعب كاهي وزيرك او كهد لي هوبك شرع الدرة دا اهي اي لغو قاتم مقالة دا مغدشا يا وحا او فريلامه امنيقا إنه كهور تغان عيد كستا أو هبك شرع الدرة دا آي كنح ودتا مغالة دا مغدشو وحا آن مرنما أغلان دونين هبك اللغو دا حيشتو مغدشو هب آن كديوان كشنين وزارة دا أمنيقا اي آن لغارنينين عيد غعانتكو هيستا أمسي شرع الدرة أح دالكا كسو غليسا وحا آن كقادينا تلاب شرعي هاي يري وحان اكسون نهاي سنده اللا صور دافي ان اسبدل لو بدن لغو سميهي حبك لغو حكمين يهو كمقالة دو مقدشة لغو كالتح ايبسدو وحانا تسالو اوه ان لغو كالا ايبسدو سيديد بقل إلا كن دولار بالسمانت وحا او مريا لغو كن إلا لغو كنشن بقل او دولار سببت وحا اي تهي ان هبك مقالة دو صور غلو عمل لحيلو مد آن او ديوان قشنين دولة دا ايو هدل كيساسي راعي وزير كامنقا warkaani kasoo yeeray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku soo aadaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho waa markii ugu horeysay oo digniin uu soo diro kadib markii loo magacaabay wasiirka amniga gudaha dhinaca kale midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hor yimid habka loo wado doorashooyinka dalka isla markaasina dalab xasaasi ah soo diray golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war saxaafadeed ay soo saareen uga hor yimid qaabka loo wado doorashada golaha shacabka waxayna ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara haddii xaaladda ay sidaani ku sii socoto digniin culus ayay soo direen golaha wuxuu dadaal xooggan ku bixiyey in uusan muddo kororsi dalka ka hirgelin wuxuuna weli u taagan yahay in uu hor istaago muddo kororsi dadban iyo doorasho boob ahi taasoo baal marsan dastuurka dalka cadaaladda iyo habraacyada doorashada xaaladda uu maanta dalkeena ku sugan yahay ma ahan mid xamili karta doorasho loo daahiyo dana guracan ama la boobo sababtoo ah daaha doorashada ama boobka doorashada waxay dalka u horseedaysaa xaalad cakirnaan iyo colaad sokeeya ayaa lagu yiri golaha wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu dalka ku hoggaamiyo sida dastuurka waafaqsan oo ay dalka ka qabsoomaan doorasho xor iyo xalaal ahi daah furnaan leh waqtigoodana ku dhacda ra'iisul wasaaraha waa inuu tixgeliyaa kalsoonida ay shacabka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed siiyeen mas-uuliyaddiisana midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo jeediyey lix qodob kow in la helo jadwal doorasho oo midaysan oo ay ku caddahay taariikhda bilowga doorashada xubnaha golaha shacabka iyo dhammaadkeedaba laba in ay doorashada noqoto mid si daah furnaan leh ku dhacda loona madax banneeyo odayaasha dhaqanka beesha kursiga ku astaysan soo xulista ergada fursad simanna loo siiyo tartamayaasha oo idil saddex madaxda dowlad goboleedyada waxay awood u leeyihiin magacaabista kuraasta aqalka sare shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxay marag ka ahaayeen sidii loogu tagrifalay doorashada aqalka sare marka laga reebo meelo kooban afar golaha wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la boobo doorashada kuraasta golaha shacabka dalkeena wuxuu ka soo kabanayaa colaad sokeeya doorasho la boobana natiijadeeda waa colaad sokeeye sidaa daraaddeed waa in aan si wadajir ahi uga hortagnaa boobka doorashada shan in la helo korjoogta ka socoto bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka si loo hubiyo hufnaanta doorashada lix golahu ma aqbali doono doorasho aan jadwalkeeda caddayn oo maalinba kuraas tiro yar la shaacinayo wuxuu kaloo aqbali doonin doorasho la boobo lagu shubto oo beelihii xaqa u lahaa kursiga la dul saaro dad aysan iyagu soo dooranin si kastaba ha ahaatee digniintii u dambaysay ayay u direen ra'iisul wasaare roble guddiga doorashooyinka iyo tiimka filla soomaaliya bilaa sharci darrada ku joogo xaaladda soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa waa ay kasii daraysaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka